مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم علشان بكره. بالرغم ان كان هناك بدائل مطروحه امام الدوله لتمويل مشروع قناه السويس، الا انها قررت ان يكون البديل الوحيد او الفكره الوحيده الخاصه بالدوله هو طرح شهادات استثمار من داخل بنوك القوميه بفئات متعددة. من ضمن هذه الفئات فئات ب 10 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه بسعر فايدة 12% لمدة 5 سنوات بعائد كل 3 أشهر. بالفعل أمس كان أول مرحلة لطرح شهادات استثمار قناة السويس من داخل البنوك القومية، وشهدت إقبال منقطع النظير، وتم طرح حوالي 9 مليون شهادة، والحصيلة كانت 6 مليار جنيه. طبعا كان هناك اقبال شديد جدا من المواطنين على المشاركه في هذا المشروع، سواء من خلال فئات صغيره او قيمتها قليله زي 10 جنيه او 100 جنيه، او من خلال فئات كبيره زي 1000 جنيه، ولكن في تساؤلات لدى المواطنين وايضا لدى الخبراء حوالين العائد اللي هيتم تقديمه للمستثمر او اللي اشترى الشهاده، اللي هيقبض بعد 3 شهور منذ بدايه شرائه لهذه الشهاده ال 12% العائد خلال 3 شهور. الدولة هتجيب منين هذا العائد، خصوصا ان حفر القناة سوف يستمر لمدة سنة او عام، او هياخد عام على اكتماله، ثم بعد كده يبتدي العائد على حفر القناة الموازية لقناة السويس. ايضا المشروعات اللي حوالين او اللي بتخص هذا المشروع سوف يتعامل او تتعامل الدولة معاها ازاي؟ هل بالفعل هيبقى التمويل الاساسي ايضا من خلال الشهادات، ام هيكون في مصادر او ادوات تمويل اخرى، سندات او اسهم؟ خصوصا ان احنا في البدايه خالص سمعنا عن هيبقى تمويل هذا المشروع سواء من خلال اسهم او سندات، ثم بعد كده الدوله تراجعت او يمكن ما تراجعتش، يمكن دي المرحله الاولى هي التمويل من خلال الشهادات. هنشوف الفرق بين الشهاده وايه الفرق بين السند وايه الفرق بين السهم، ويعني وهل الدوله في الفتره القادمة بتفكر في ايه، خصوصا ان المشروع ده من المشروعات القومية الكبيرة اللي المفروض كلنا نلتف حواليها. وده هنتكلم بالتفصيل بخصوص كل هذه التفاصيل الاقتصادية والعائد الاقتصادي اللي هيعود، سواء المستثمر اللي اشترى الشهادة امبارح او المستثمر اللي هيشتري الشهادة بخصوص المشروعات اللي خاصة بمشروع قناة السويس، من خلال الأستاذ محسن عادل نائب رئيس جمعية المصرية للاستثمار والتمويل، وأيضا الأستاذ محاسب رفعت وهو باحث مالي واقتصادي. ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده، ونتمنى ان احنا نفتح طبعا الحوار من خلال تليفون. اي حد عايز يسال اي تساؤل، متخوف من اي شيء، احنا هنجاوب عليه بالتفصيل من خلال خبرائنا الموجودين معانا النهارده في حلقتنا. عايز اقول كمان، من بعد طرح الشهادات امس واقبال الجماهيري او مواطنين مصريين على شراء هذه الشهادات، الدولار قل بنسبه 3 قروش مقابل الجنيه، وده شيء كويس على اعتبار ان المواطنين حاولوا بقدر الامكان اللي عندهم حتى فلوس بالدولار حولهم الدولار للمصري علشان يشتروا هذه الشهاده، وده شيء كويس بالنسبه للاقتصاد المصري. ده كمان من الموضوعات المهمه اللي احنا هنناقشها من خلال الحلقه. لكن كمان عايزين نقول البورصه برغم ان رئيس البورصه قال ان كان في ارتفاع بنسبه 7% في شهر اغسطس، الا ان امبارح كان في ارتفاع محدود للمؤشر الرئيسي اي جي اكس 30، وكان في تراجع بالنسبه للمؤشرين الخاصين بمشروعات الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 واي جي اكس 100 الاوسع نطاقا. وده برضو فرصه ليكون الاستاذ محسن عادل معانا، هنتطرق اليه ليه التراجع في البورصه ده كان امبارح. وكانوا بيقولوا برضو الخبراء ان كان هناك عمليه بيع كتيره بالنسبه للمستثمرين العرب والاجانب، ولكن في عملية شراء بالنسبة للمصريين. دي من أهم الأخبار برضو اللي احنا بنحب ان دايما نستهل بيها برنامجنا. لكن طبعا الخبر اللي كان كلنا مستائين منه امبارح، انقطاع الكهرباء. وانقطاع الكهرباء لا يعني بالنسبة لنا بس اللي احنا بنقضي عدد ساعات من الظلام سواء بالليل او في وقت الظهر في وقت الظهيرة، لكن الحقيقة انقطاع الكهرباء ليه تداعيات كثيرة على الاقتصاد المصري، وهي الخسائر اللي بيتكبدها
الاقتصاد المصري يعني في أثناء انقطاع الكهرباء، خصوصا القطاعات المختلفة من الاقتصادية، سواء القطاع الخاص بالمصانع، القطاع الخاص بالمتاجر، ونسبة الشراء في المحلات التجارية. ده بيأثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد. يعني الخبراء رصدوا وقالوا ان امبارح يعني الطاقة الانتاجية خسرت اللي خاصة بالمصانع بنسبة 15%، ايضا المحال التجارية انخفضت نسبة الشراء فيها بنسبة 35%، خسائر مصانع الكيماويات بنسبة 15%، وغيرها من القطاعات اللي تتأثر من قطاع الكهرباء، بجانب طبعا قطاع المستشفيات اللي بالفعل امبارح كان عنده أزمة من خلال انقطاع الكهرباء في غرف العناية المركزة. فطبعا انقطاع الكهرباء ليه تداعيات كثيرة على الاقتصاد، وأيضا تداعيات كثيرة على المواطن يعني بشكل خاص. تعالوا نشوف تصريح وزير الكهرباء امبارح حوالين مشكلة انقطاع الكهرباء، وبعدين نعود مرة تانية لاستكمال تعليقنا على انقطاع الكهرباء من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. شهدت الشبكة القومية للكهرباء يوم حادثا استثنائيا، أفقد الشبكة 45% من قدراتها، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة في الجمهورية لعدة ساعات، مما أثار غضب المواطنين على مدار اليوم. ولكني الآن أطمئنكم جميعا أننا بفضل الله تمكنا من تجاوز هذه الأزمة على أس علمية وفنية سليمة. معنا على الهاتف دكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير استاذ جيهان. مساء النور يا فندم. يعني اولا نصف لنا الوضع الان، خصوصا اللي احنا سمعنا ان كان في مشاكل خاصه بمحولات الكهرباء، محولات الكهرباء في محافظه المنيا، وايضا في جزء خاص بالهرم. فحضرتك تقول لي بس اولا مصداقيه الخبرين دول، هل في فعلا مشاكل خاصه بالمحولات يعني الخاصه بمحافظه المنيا والهرم؟ نبدأ بما يبشر الخبر الأول، وهو طمأنة أهلنا في كل المحافظات على استقرار الشبكة الكهربائية وعودتها للعمل بشكل طبيعي، استعادة كل القدرات التوليدية اللي فقدناها بالأمس. زي ما ذكر مع الوزير أنه إحنا امبارح الصبح كان تقريبا 45% من قدرات التوليدية مفقودة، الحمد لله تم استعادة كل هذه القدرات. النهاردة كان تخفيف الأحمال شبه منعدم أو في أضيق الحدود. نرجع للخبر الثاني وهو ما يتعلق بالمحولات الكهربائيه. الحقيقه انه كان في محول في المنيا، محول في حدائق الهرم، يعني بعض هذه المحولات طبعا حضرتك عارفه بعضها، سواء عمل تخريبي او حتى يعني محول حدائق الهرم تبين هو بالفعل يعني زياده احمال او حاجه، يعني في خطا او عطل فني ترتب عليه بالفعل اشتعال النيران فيه. تم على الفور اطفاء هذه النيران ونقل الاحمال على دوائر اخرى والعمل على اصلاح هذه المحولات في نفس اليوم. حيل يعني بس في حاجه بس يا دكتور محمد، يعني بالفعل بعد عوده الكهرباء مره ثانيه اتقطعت مرتين امبارح في كل الاماكن، وكمان بتتقطع بمده كبيره، يعني حتى مش زي الاول نص ساعه او ساعه، لا يعني خلينا نفصل. الو، هل انقطع الاتصال دكتور محمد اليماني؟ طيب انقطع الاتصال مع دكتور محمد اليماني، ولو يعني نقدر نجيبه تاني لاستكمال حديثنا معاه والاطمئنان برضو على مسيرة يعني وزارة الكهرباء في التحديات اللي بتواجهها الفترة الجاية، الحلول المطروحة، يا ريت. عموما برضو من الأخبار المهمة جدا اللي احنا حابين نلقي الضوء عليها لأنها برضو أخبار مبشرة بالخير، وهو طبعا أن رئيس الوزراء بالفعل وقع خلال نهاية الأسبوع بروتوكول مع دار الهيئة الهندسية. طيب هنكمل الخبر ده بعد عودة دكتور محمد اليماني مرة تانية، متحدث رسمي باسم وزارة الكهرباء على الهاتف. دكتور محمد، يعني ايه بقى يعني الاجراءات والاليات اللي بتتبعها وزارة الكهرباء الفترة القادمة في الحد بقى من ازمات الكهرباء اللي ممكن نعاني منها، خصوصا ان تداعيات يعني انقطاع الكهرباء بتبقى مؤثرة مش بس على المواطن، لا كمان مؤثرة على الصحة العامة، لان احنا زي ما شفنا امبارح كان في مشكلة خاصة بالقصر العيني والغرف العناية المركزة، ايضا مشكلة الاقتصاد المصري وال الخسائر اللي بيتكبدوا كل يوم بسبب انقطاع الكهرباء. ايه التحديات وايه الاليات اللي انتم بتفكروا فيها عشان يبقى في اليات سريعه لتقديم حلول؟ احنا طبعا حضرتك عارفه ان احنا في تهديدات وتعليمات لكل شركات توزيع الكهرباء
انه ما يتمش كهرباء عن احمال اسمها احمال الدرجه الاولى وفي مقدمتها بالطبع المستشفيات. لكن خلينا برضو نتفق جميعا انه من اهم المواصفات في المستشفيات هو ان يكون هناك مولدات كافيه لغرف العمليات والعنايه المركزه. احنا طبعا المستشفيات لها اكثر من مصدر للتغذيه الكهربائيه، لكن بنقول في حاله حدوث عطل زي اللي حصل امبارح يجب ان تكون هناك مولدات تعمل ومختبره وشغاله في كل هذه المستشفيات. كونها عددها قليل او كونها معطله لا يتم صيانتها ده امر يخص اداره المستشفى، وعلى اداره المستشفى ان تنسق مع ادارات الكهرباء بهذا الصدد لتامين التغذيه الكهربائيه قبل اي عمليه. الجانب الاخر بعض كان بيشتكي حضرتك عارفه ومتابعه معانا من عمليات الاسانسيرات. النهارده برضو من ضمن الكود ومن ضمن مواصفات السلامه والصحه المهنيه ان يكون هناك اجهزه تؤمن تغذيه كهربائيه استثنائيه في حاله انقطاع الكهرباء لتوصيل الاسانسير الى الدور الاقرب. يعني عايز اقول انه في احيانا امور معينه ما بتبقاش الكهرباء هي المسؤوله عنها، بس احيانا الامور المعينه او الحلول دي تبقى مكلفه على المواطن فما بيقدرش يلجا ليها بسهوله. ده جهاز الاسانسير ده باقل من 4000 جنيه، يعني اتحاد ملاك العماره او السكان ممكن يتعاونوا فيه. عايز اقول الحلول دي موجوده، بس احنا يا اما بتغيب عن البعض او ان هذه الاجهزه بنجيبها بتتعطل نعملهاش صيانه. يعني يجب ان يكون ده موجود. احنا بنتكلم عن ارواح بشر سواء في اسانسير او في مستشفى او كده. عايز ارجع تاني لموضوعنا واقول ان احنا العجز الموجود حاليا لما بنضطر نعمل تخفيفات احمال في الشبكه الكهربائيه ده معناه ان احنا بالفعل بنشتغل دلوقتي ليس فقط على سد العجز ولكن لتوليد قدرات اضافيه تغطي متطلبات قطاع الاستثمار والصناعه والنمو والزياده السكانيه والنمو في الطلب على الطاقه. احنا النهارده بنتكلم عن استهداف 4000 ميجا من الطاقه الجديده والمتجدده من الشمس والرياح، بنتكلم عن محطات قائمه عندنا يتجاوز 3000 ميجا حتى نهايه 2015، بنتكلم عن ربط دولي مع المملكه العربيه السعوديه بقدره تبادليه 3000 ميجا، يعني الحقيقه على كل المحاور شغالين على اساس ان احنا نيجي نعود الى ما كنا عليه سابقا وزي اي دوله ان المنتج من الكهرباء اكثر من الاستهلاك علشان ما يكونش في اي انقطاع. دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء بشكر حضرتك، ومزيد من التواصل معنا من خلال برنامج الاسبوع القادم باذن الله، وباذن الله ما نتقطعش الكهرباء مره ثانيه. نكمل الخبر الاخير في فقره الاخبار والخبر الخاص بتوقيع بروتوكول مع دار الهيئه الهندسيه لتنفيذ 150 الف وحده سكنيه لاسكان المتوسط، وهذا الاسكان مساحته ما بين 100 الى 150 متر. تم اختيار مدن 6 اكتوبر، الشروق، العبور، القاهره الجديده، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، بدر، والحكومة بتبدأ العمل في المرحلة الأولى ولسه في مراحل أخرى هنواليها وهنتابعها من خلال البرنامج. تعالوا نشوف التقرير الخاص بإقبال المواطنين على شراء شهادات قناة السويس أمس ونبتدي حلقتنا حالا مع ضيوفنا. في أول أيام طرح شهادات الاستثمار المخصصة لتمويل حفر وإنشاء مشروع قناة السويس الجديد، شهدت فروع البنوك المصرية الأربعة التي تمتلك صلاحية إصدارها إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الدقائق الأولى لبدء التعامل عليها. زي ما كنا متوقعين بدأ فعلا الإقبال من أول لحظة، الساعة 7:30 بدأ نشوف عدد مهول من العملاء واقفين قدام الفرع، فتحنا البدري الفرع وابتدينا نتعامل معاهم. المتعاملون على هذه الشهادات أجمعوا على أن الهدف هو دعم مصر في مشوار بنائها. لا طبعا مشروع حيوي جدا لمصر، يعني المفروض ده المشروع ده كان يتحقق قبل كده بفترات طويلة. لمصر مش بشتري لحد تاني ولا للسيسي ولا لأي بني آدم، أنا بشتري لبلدي مصر. أنا بجيب لأولادي عشان يبقى فعلا في يوم من الأيام يفتخروا إن هم ساهموا في نهضة مصر الحديثة اللي إن شاء الله تعود وتدر على كل مصري. النهاردة إن شاء الله هو أول يوم، هو الناس كلها جت تكاتف جامد جدا
ان هم طبعا الفايده طبعا ما ننكرش ان الرمل برضو سعر الفايده الاعلى من اي شهاده تانية، ساهم برضو ان الناس تتحرك وتنزل وكده، ويعني الهدف من ده ومن ده الاثنين، الافاده للناس والافاده للبلد ان شاء الله. كل واحد يشارك حتى لو بمبلغ قليل، المهم اللي هو ساهم في بناء اللي هو السويس. انا حاسه ان دي حاجه يعني زي العيد كده بالظبط، احساسي النهارده وانا موجوده من الصبح من الساعه 10 الصبح الناس كلها جايه عايزه تعمل موضوع الشهادات ده عشان تقوم البلد على حيلها زي ما بيقولوا. يعني في عميل جالي النهارده جايب شهاده ب 12.5% اعلى من العائد اللي هو 12%، واسترد الشهاده على الرغم ان كان فاضل عليها فتره بسيطه جدا استرد، لكن قال لي في حب مصر اقدر ارجع الشهاده اللي هي ب 12.5% واشتري الشهاده اللي ب 12%. فئات المشترين تنوعت عمريا واجتماعيا لتحتوي المجتمع المصري كله، وتؤكد ان المشروع لكل المصريين. والله جميع الفئات الاجتماعيه كانت موجوده النهارده، جميع الفئات الاجتماعيه اللي بيشتري من اول ال 10 جنيه لحد الملايين، فجميع الفئات الاجتماعيه موجوده والكل جاي النهارده عشان خاطر يشارك في حب مصر، كل جاي يشارك في عمل وطني وليس عمل استثماري. معظم الناس اللي جايه بتقول لك انا مش مهم اسيب الفلوس، مش مهم اخدها تاني. ورغم امتداد العمل لاكثر من 4 ساعات اضافيه، الا ان العاملين في هذه البنوك ابدوا استعدادهم لتقديم المزيد من اجل مصر. احنا جاهزين وبنتشرف بجد من اللي احنا بنعمله ده، بجد حاجه. الواحد انا كنت اجازه امبارح واجازه النهارده، قطعت اجازتي النهارده عشان انزل اشارك في الملحمه دي. بجد النهارده عيد يا جماعه، النهارده مش بدايه اصدار قناه السويس بس، النهارده عيد، النهارده عيد وطني، وبجد يعني شعب مصر خير، شعب مصر موجود، شعب مصر قادر ان هو يعمل وهيعمل. إذن هي فقط البدايه، بدايه تاكيد المصريين على حبهم لوطنهم مغلفه بشهاده استثمار. مرحب بضيوفنا الكرام، الاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار والتمويل، اهلا بحضرتك. مرحب ايضا بالخبير المالي والاقتصادي الاستاذ محسب رفعت، اهلا بحضرتك. أهلا. بس بستاذنكم علشان في تعليق على خبر بروتوكول التعاون مع دار الهيئه الهندسه الخاصة بطرح 150 مجموعة من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل مع دكتور او المهندس مجدي رفعت. استاذ مجدي فرحات، الخط قطع. طيب نبتدي حلقتنا ونشوف برضو الاتصال مره تانية علشان نعلق على الخبر. بدايه يعني انا حابه برضو نبتدي حلقتنا نوضح للجمهور شويه تفاصيل اكتر على الفئات اللي خاصه بشهادات قناه السويس، فيما يخص فئه 10 100 جنيه 1000 جنيه وكل فئه ايه المده اللي العائد او هيحصل فيها على العائد اللي هو 12%، علشان في ناس كتير متلخبطه في الجزئيه. استاذ محسن ببساطه شديده، الهدف الاساسي عشان بس الناس تكون مستوعباه وبشكل كامل، ليه الشهادات اتعملت بفئات؟ يعني احنا كنا ممكن نعملها فئه واحده 1000 جنيه، لكن ليه كان الشكل دوت؟ احنا كنا ببساطه شديده الدوله بتسعى الى فكره انها تخلي التمويل وبشكل كامل هو تمويل ياتي من جانب المواطن المصري العادي، عايزه توسع قاعده المشاركه قدر الامكان. احنا الهدف الاساسي مش جمع 60 مليار، اللي جمع 60 مليار استاذ محسب حتى هو خبيرنا الاقتصادي في هذا الموضوع يقدر ان هو حتى يتحدث عن ان هناك عشرات البدائل، كان من ضمنها ان احنا ناخد حتى قرض محلي، ممكن ناخد قرض دولي، كان في عشرات الطرق. لكن الهدف الاساسي اللي كان في هذا الموضوع او المين تارجت او الهدف الرئيسي لده هي فكره ان انا اخلي المواطن العادي الصغير اللي موجود في قرية في صعيد مصر أو على حدود مصر يقدر أنه يدخل فيها. فكان الهدف الأصلي أن أنا أوسع من الفئات اللي موجود فيها الشهادات 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه، لدرجة أن من ضمن الخطط اللي هتكون موجودة خلال الفترة اللي جاية بعد انتهاء المرحلة الأولى للاكتتابات، أن إحنا هنخلي بقى يبقى في زيارات للمدارس عشان طلب المدارس تشارك، أن يكون في عدد أكبر من الشباب يكونوا موجودين في هذه الفئات. لكن طبيعة النظام المصرفي نفسه ما تسمحش أن أنا أقدر أن أنا اخلي هذه الشهادات كلها تصرف العوائد بالنسبه ليها بشكل متوازي، لان راجل ابو 10 جنيه ممكن ده يكون فيه منهم حوالي 2 3 مليون واحد، فاذا جم كل 3 شهور فده هيكون ضغط على الجهاز المصرفي ومش هتحقق كمان عائد يوازي التكلفه اللي هتكبدها حمل الشهاده، فعشان كده الفتره الزمنيه بتاعتها هتكون اطول، هيبقى ياخدها فيه بمعنى تفصيليا بقى بمعنى ان هو هياخدها فيه. يعني انا خدت مثلا شهاده ب 10 جنيه و100 جنيه اخدهم في نهايه السنه، في نهايه السنه فقط، في نهايه السنه. وممكن في مده لسحب هذه الشهادات
هنا المفروض ان الشهاده مدتها 5 سنوات بس يقدر الراجل العادي اذا كان هيحب بعد نهايه السنه الاولى، اول سنه مش هيتم السحب، لكن بعد نهايه السنه الاولى اذا كان بيحب ان هو يعمل عمليه سحب فدي هيتم تخفيض معدلات العائد بالنسبه ليها. في كمان اوبشن البنك المركزي مديه ان انت ممكن ياخد قرض بضمان هذه الشهاده لغايه 90% من قيمتها كمان. يعني هو ممكن ياخد قرض حسب المبلغ، يعني مثلا لو شريت ب 150,000 جنيه 100,000 جنيه اخد قرض بضمان هذه الشهاده. صحيح، لان طبعا الشهاده دي ليها ضمان اساسا داخل البنك المركزي او داخل الدوله الحكومه المصريه قناه وزارة المالية، أم قناة السويس هي أصل من أصول الدولة بالتالي يعتبر ضمان أساسي. لا هي وزارة المالية، بص وزارة المالية هي الضامن للشهادة. علشان كده هو الـ الفكرة التمويلية البسيطة اللي كان مفروض هو يلجأ إليها بس هو ما لجأش إليها لأسباب أمنية، إن هو يعمل زيادة في رأس المال من خلال طرح اكتتاب، وكانت الناس مهيئة لأنها تنزل تشتري سندات أسهم زي ما حصل في الشركة المصرية للاتصالات لما طرحت والناس خرجت الفلوس من تحت البلاطة وناس باعت الذهب علشان تشتري سهم المصرية للاتصالات. فكان ده من بس هي لأسباب أمنية هو راح عمل فكرة شهادة قناة السويس. والشهادة دي فيها مشكلة، المشكلة التمويلية اللي فيها انك انت بتحملي المشروع بعبء التمويل، عبء الفايدة دي بيتحمل على المشروع. يعني انت النهاردة لو كنت بتكلمي في 60 مليار فانت عندك من 60 مليار بلس 36 مليار اللي هي قيمة الفايدة اللي مفروض تدفع للناس. دي المشكلة الوحيدة. لا هي دي المشكلة الوحيدة، بس احنا ازاي نتجنبها؟ يعني هي لو قيمة التمويل بتاع الخاص بقناة السويس 60 مليار، انت دلوقتي حملت الدولة ال 12% أيوة اللي انت بتديها للمواطن اللي بيشارك في التمويل. أيوة فبالتالي بقى اكيد مش الدولة، حملت المشروع. ما هي الدولة هي صاحبة المشروع. ايوه مش بس الدولة هتدفع دلوقتي من جيبها. المشروع تابع للحالة. انا هقول لك ازاي نعمل ميتيجيشن، يعني ازاي نعمل ازاي نخفض من عبء التمويل دوت على الدولة او على وزارة المالية. احنا مفروض ان احنا بنسند الاعمال التنفيذية للمشروع دوت لمقاولين. المفروض ان المقاول اللي انا هسند له اي عمل هاخد منه 4% ضريبة، يعني ما يبقاش هو ليه عندي فلوس وانا ليه عنده فلوس كوزارة مالية واستنى لما يقدم لي الاقرار الضريبة اخر السنة. لا، المفروض ان الدولة تعمل ان اي عقد خاص بمشروع حفر قناة السويس يتم حجز الضرائب مقدما، والضرائب ديت هتبقى يعني احنا لو قدرنا ان المشروع ان اي مقاول بيكسب 20% من قيمه مشروعه، فلو احنا حجزنا 4% وحولناهم لوزاره وزاره الماليه بما ان الضرائب تبع وزاره الماليه، تحولهم لهيئه قناه السويس يبقى الفكره دي يبقى احنا خفضنا 4% من ال 12%. هيبقى انا عندي كام من ال 12% باقيين؟ 8%. كان انا استلفت ب 8%. انا لو استلفت ب 8% عندي حاجه جميله جدا. هو عامل المشروع 60. طب نتوقف عند هذه الجزئيه ونرفع الاذان ونعود مره ثانيه لاستكمال النقاط الخاصه بشهادات الاستثماريه الخاصه بقناه السويس اللي تم طرحها امس من قبل 4 بنوك قوميه. حان الآن موعد آذان العشاء. الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. عودة مرة أخرى لضيوفنا الكرام الأستاذ محسن عادل وهو نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، وأيضا الأستاذ محسب رفعت وهو خبير مالي واقتصادي. أنا بحضراتكم مرة تانية، وكنا متوقفين عند جزئية اقتراح حضرتك الخاص بخصم الضرائب من المنبع بالنسبة للمقاولين اللي بيشتغلوا في الحفر عشان نقلل العبء على الدولة من دفع 12% بالنسبة للمواطن. فنكمل الاقتراح لانه برضه اقتراح مقنع جدا وممكن يضيف للدوله في الفتره الجايه. احنا لو خصمنا الضرائب من المنبع ب 4% احنا ال 12% دي هتبقى نزلت لكام؟ ل 8%. انا عندي ما بدفعش للمقاولين هدفع 60 مليار مره واحده، ده انا هدفع 60 مليار على 12 شهر، يعني كل شهر تقريبا هدفع 5 مليار جنيه. هو المقصود خصم الضرائب من المنبع عشان نقلل الفايده اللي بيديها او بتديها الدوله للمواطن ل 12% تبقى حوالي 8%. تبقى 8%، انت لما تيجي بقى تاخدي الجدول سداد المشروع نفسه اللي هو 5 مليار جنيه كل شهر. هو يقدر بقى عنده 60 مليار من 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 نهايه شهر سبتمبر هيستغلهم لمده سنه للمشروع ده، هيبقى عنده حوالي 30 مليار يقدر يستغلها بسعر الفايده متوسطها، يعني تبقى 30 مليار يقدر يستغلها بسعر الفايدة اللي هي 9%. دي هتجيب له فوائد تعوض له جزء من الفايدة اللي هو بيدفع. الدولة عملت بموضوع شهادات الاستثمارية اللي طرحتها من خلال البنوك كأنها بتقترض من المواطن.
ايوه زي بالظبط ما كانت بتقترض من البنوك. هي سندات لابسه عبايه شهادات. ايوه يعني هي سندات بس لابسه عبايه شهادات استثمار. طيب ده مش بيكبل الدوله عبء اخر في خدمه الدين انها بتدفع 12%؟ ما هو انت دورك انك انت طول ما انت يبقى معاكي عندك جهاز في المشروع ان هو يوظف الاموال ديت لحظه بلحظه ممكن يقلل من عبء الفايده نفسها. طيب العائد بقى، يعني انا دلوقتي بقترض من المواطن علشان انا امول المشروع بتاعي، لكن خلال السنه هيتم حفر هذه القناه اللي هتجيب عائد بعد ما انت خلال السنه دي دخولها في العمليات العادية عام. ما انت عندك الفلوس دي هجيبها منين الدوله الفتره الحاليه؟ ما انت عندك الخط الاولاني او القناه اللي هي موجوده حاليا اللي هو الاتجاه الموجود حاليا ده بيجيب 5.5 5.5 مليار دولار سنويا. فانت ممكن هتدفعي من دول من عائد القناه نفسها. ما هي القناه نفسها شغاله مش واقفه. المقصود ان حتى العائد او الايرادات اللي خاصه بقناه السويس خصوصا مع عدم وجود ايرادات كبيره من السياحه ده كانت جزء اساسي من ايرادات الموازنه العامه للدوله. خلاص المبلغ مش هيفقد. اتفضل يا هي الموضوع ببساطه شديده عشان بس هي اللي حصل ان كان في خلط اعلامي واضح من البدايه. يعني هي المشكله ان الناس تصورت ان المشروع هو المشروع المتكامل الكبير اللي احنا بنتكلم عليه. اللي بنتحدث عنه في هذه الفتره او هذه المرحله هو فقط الجزء المتعلق بحفر القناه الجديده ده 70 مليار 70 كيلومتر بالاضافه الى حفر 7 انفاق اسفل القناه 6 للعربات و1 للسكه الحديد. ده الجزء اللي احنا بنتكلم عن تمويله في هذه المرحله. الموضوع ببساطه شديده ان ده هيكون جزء من الاصول المملوكه للهيئه العامه لقناه السويس. الهيئه العامه لقناه السويس جزء من اصولها هيتحول الى هذه الاجراءات وهذه الاصول، فمن الطبيعي انها تدفع من ايراداتها اللي هتكون موجوده في السنه الحاليه الفوائد المتعلقه باول سنه، وده مبلغ لن يتجاوز 7.2 مليار جنيه يعني حوالي تقريبا مليار دولار. الجزء الاخر وهو الجزء اللي هيتعلق بالمراحل في الاربع سنين اللي جايه، الاربع سنين اللي جايه الناتج الاضافي اللي هينتج عن الحفر الجديد بالنسبه للقناه وتعميق الغاطس وتخفيض فتره المرور داخل القناه وفتره الانتظار، ده هيرفع من ايرادات القناه تقريبا من 5.5 مليار دولار خلال الاعوام اللي فاتت الى تقريبا متوسطات احنا متوقعين انها تتراوح ما بين 14 الى 17 مليار دولار سنويا، فمتوسط العائد اللي هيجي لي سنويا هيغطي هذا الرقم وبزياده قوي. بس هنا في نقطه عشان الناس بس تكون مستوعباها تماما. اللجوء للشهادات في المرحله دي كان ليه ثلاث اسباب. اولا دي كانت اسهل طريقه، طريقه متسقه جدا مع الثقافه المصريه، الناس كلها بتشتري شهادات استثمار، الناس كلها عارفه الكلام دوت، الناس كلها من السهل انها تروح تكتتب في هذه الشهادات. العنصر الاخر هو العنصر اللي يمكن اوسع نطاقا شويه، هو مساله ان احنا كنا عايزين ان يبقى فيه مشاركه من المصريين فقط ولا تكون هناك اي مشاركه من خارج هذه الجهات. العنصر الثالث ده كان النقطه الاهم بقى، كان في اتجاه وده اتجاه ثانوي لكنه كان اتجاه مهم. انا كنت عايز ارجع بشكل كبير جزء من السيوله الضخمه اللي خارج القطاع المصرفي الى جوه القطاع المصرفي. مصر بتعاني من مشكله ومشكله اقتصاديه قديمه قوي اسمها مشكله القطاع غير الرسمي. قطاع موجود بيمثل لوحده تريليون جنيه ناتج محلي اجمالي، ما بيدفعش ضرائب، ما بيدفعش رسوم، ما بيدفعش اي حاجه. الناس دي معاها سيوله كبيره جدا. السيوله دي نظرا لعدم وجود دخل البنوك وعدم الرقابه عليها تحولت مع الاسف الى مخالفات طول الوقت، الى عمارات بتبني على اراضي زراعيه، الى مباني وادوار مخالفه، الى تجار في سلاح، الى تجار في مخدرات، الى باع جائلين موجودين في الشارع بيتمولوا من الجهات ديت. لما انا النهارده اغريب 12% ان هو يدخل عندي جوه القطاع المصرفي كان دي نقطه مهمه قوي. ليه الفايده كمان كانت مرتفعه شويه زي ما الاستاذ محسن كان بيتكلم من دقايق؟ انا عايز الراجل الشارع العادي الصغير اللي موجود في ابعد حته في مصر يحس بناتج هذا المشروع من اول يوم، يحس ان هو مشارك فيه. المشروع ده اتعمل فيه حاجات غريبه وجديده العالم كله لا زال بيتحدث عنها. اولا فكره تحويل زي ما الاستاذ محسن بيتكلم من دقايق اداه ادخاريه زي شهاده الاستثمار الى انها تتحول لاداه تمويل كانت امر غير مسبوق على مستوى العالم، وده امر استخدم لاول مره في مصر ونجاحه امبارح خلى اغلب وكالات الانباء العالميه وبيوت الخبره بره بتتكلم معانا وبشكل واسع النطاق على ان ده امر غير متوقع بالنسبه للكل، لدرجه حتى المحافظ البنك المركزي نفسه في بيانه النهائي ان الرقم وصل 6 مليار جنيه في اول يوم، يعني غطينا 10% من طرح الشهادات في اقل من 12 ساعه وفي يوم كانت الكهرباء مقطوعه فيه في مصر، اتصور ان ده كان نتيجه غير مسبوقه. النقطه الثانيه ان كان ببساطه شديده احنا بنحاول ان احنا نرجع ناس بقى ثانيه
فقدت الامل في حياتها. كانت الناس دي عايشه على دعم من الدوله، ان هم بتوع معاش الضمان الاجتماعي. الناس دول ما كانوش شايفين قدامهم خلال الفتره اللي فاتت غير ان الدوله بتعملهم 100 ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه، وكانوا بيستنوا كل سنه ان الرئيس يزود لهم المبلغ اللي بيروح لهم. الناس دول الدوله افتكرتهم وهتبعت لكل واحد فيهم شهاده ب 100 جنيه. هي مش قيمه الشهاده هي المهمه، لكن انا اقول للناس ديت انت لسه ليك قيمه، انت جزء من المجتمع المصري، انت واحد من الناس اللي مولوا وشاركوا في المشروع الكبير اللي انت بتشوفه قدامك دوت، هو ده اللي كان اهم. الفكره دي هيئت المجتمع لاخراج حاجه كانت مهمه موجوده فيه، هي ما يطلق عليه اسم الوطنيه الاقتصاديه. الحاجه دي كانت موجوده في مصر سنه 19 وحبيبني بشركات بنك مصر كلها، وفي الستينات وحبيبني السد العالي وقوميه الاسمنت حيدو الصلب، لما كان الاب لما ابنه ينجح في الامتحان كان يروح يجيب له شهاده يقول له دي الرئيس جمال عبد الناصر كان بيتكلم عليها في التلفزيون. الناس كانت بتهجي على الوطنيه. رجوع هذا الامر هو اللي كان تمهيد للمرحله الثانيه. ليه؟ المرحله الثانيه مش هتتم اصلا بالشهادات، او مش الاتجاه بتاعها لان دي مش اصول سياديه، لكن دي مشروعات بقى. هيبقى عندنا مناطق صناعيه، هيبقى عندنا وادي تكنولوجيا في اسماعيليه، هيبقى عندنا منطقه لتموين السفن، هيبقى عندنا محطه لدول الحاويات، هيبقى عندنا 5 مواني جداد، هيبقى عندنا خط سكه حديد هيوصل لغايه العريش، هيبقى عندنا منطقه للتبادل التجاري، هيبقى عندنا منطقه صناعيه هتعملها الدول الخليج، منطقه ثانيه هتعملها روسيا، منطقه رابعه هتبدا يكون موجود فيها مناطق للتخزين والتشوين، هيبقى عندنا منطقه حوض جاف لاصلاح السفن، هيبقى عندنا مواني لتبادل الحاويات. الامر ده تكلفته او حجم استثماراته المتوقعه يصل الى 100 مليار دولار، جزء منها هيجي استثمارات خارجيه، لكن جزء منها الدوله هي اللي هتنشئه، جزء منها الدوله هي اللي هتموله. هنا في الحاله دي هنرجع تاني للاسهم، هنرجع تاني للتداولين والسندات، هنرجع تاني للصكوك اللي القانون بتاعها اصبح الان بعد تعديله واجداله كل المخلفات اللي كانت موجوده في القانون القديم موجود امام رئيس الجمهوريه النهارده، ونتمنى انه يصدره. اللي احنا بنعمله النهارده هو مش مجرد جمع 60 مليار جنيه، هذا المبلغ كان ممكن يجمع ببساطه زي ما الاستاذ محسن قال بقرض مشترك بين البنوك المصريه وبتكلفه يمكن اقل من 12%، لكن مصر بتوجه رساله واضحه. ولاد البلد هم اللي بيمولوا هذا المشروع من فلوسهم، والناس الصغيره قبل الكبيره هي اللي هتحط الفلوس. النقطه الثانيه ودي النقطه الاهم، احنا هنخلي كل مواطن مصري من اول لحظه يشارك في العائد اللي جاي من هذا المشروع. النقطة الثالثة، أنا عايز أحيي عند الناس فكرة إن المشروعات اتبنت مش بس بعرقهم وجهدهم لكن كمان بفلوسهم، ده اللي يخلينا نضمن إن الناس هتخاف على المشروع، ده اللي يخلينا نضمن الناس هتجري عشان تكبر المشروع، ده اللي هيخلي كل واحد يحس وهو بيحط قيمة الشهادة في البنك إن ابنه هيلاقي فرصة عمل هناك، إن هو هيلاقي فرصة إن هو يشتغل من هناك، إن دخله هيزيد تيجي هذا المشروع، هو دي الفكرة اللي كانت الدولة عايز توجهها. هو ده الإطار الاقتصادي اللي كانت الدولة بتحاول إنها تعيد صياغته مرة تانية. دور بقى التمويل الشعبي بعد الحركة القوية اللي اتعملت النهاردة هيبقى سهل. لما بكرة اطرح مشروع اقول فيه ان انا حبني مصنع هناك او محطة تويد طاقة كهربائية جوه هذا المشروع، الناس هتجري تكتتف فيها. لما هروح اقول ان انا حبني هناك محطة جديدة لتنقية المية، الناس هتجري. لما اقول ان انا هعمل هناك منطقة تكنولوجيا عشان تعمل السوفت وير وتصدره ببرامج تكنولوجيا معلومات لكل دول العالم، الناس هتجري وتروح تكتتف فيها. لما المواطن المصري يجري ويكتتب او يشتري الشهادة، ده معناه ان هيدي فرصة غير الانتماء، هيدي فرصه كمان ان المستثمر الاجنبي يجي بثقه وبقلب جامد ان هو كمان يستثمر. انا كنت عايز اقول على بعض الافكار الترويجيه اللي المفروض محافظ البنك المركزي مفروض ان هو يطلع يعلن ان ما فيش شهاده هتصدر خلال الفتره اللي جايه دي كلها لمده الخمس سنوات تتعدى سعر ال 12% ولا ال 12%. دي فكره. الفكره الثانيه عايز اقول للناس برضو ان اللي هيكتتب في 1,000,000 جنيه هيبقى مدعو لحفل افتتاح قناه السويس، وبقيت اللي هم اقل من 1,000,000 جنيه دول هنعمل لهم سحب وناخدهم معانا واحنا بنفتح القناه. كل دي افكار هتخلي الناس حابه، وممكن نقسمهم كمان اعمار، يعني ممكن عشان كل الشعب يشارك في افتتاح القناه ممكن الثلاث سنين. هي هايله جدا، بس دي حاجه سبق الاوانها دلوقتي، الناس شويه عايزه تفهم. لا لا الفكره، لا انا بتكلم على فكره ترويجيه اكتر، ان انا لما اشتري شهاده ب 1,000,000 جنيه ان انا خلاص اوريدي اتسجلت ان انا رايح حفل افتتاح قناه السويس، فدي فخر في حد ذاته انك تحضري الحفل. يعني والتاريخ بيكتب، يعني زي ما احنا كمان كنا عايشين على تاريخ زمان ان فعلا كان في حفل قناه السويس وان لا الصخره احنا حفرناها بالصخره وبالكرباج، فانت بس النهارده بس المره دي لا احنا بنحفرها بكرامتنا احنا وبكرامتنا الاقتصاديه اللي طلعت عند الناس. خلينا نتكلم على دور البنوك في المرحله الجايه، وخصوصا انها هتبقى متبنيه للمشروع، وخصوصا كمان ان دور البنوك كان دور مهم جدا في الفتره اللي فاتت خصوصا في الازمه الاقتصاديه.
لكن الحقيقة كان دور مهم في بعض الأشياء، لكن على الجانب الآخر لم تضع أي مبلغ أو مبالغ مالية أو المخزون المالي اللي عندها في إطار تنمية مشروعات مختلفة، سواء مشروعات صغيرة أو متوسطة أو مشروعات كبيرة للدولة. شايف دور البنوك اللي المفروض المرحلة الجاية هيكون إزاي، خصوصا مع تبني مجموعة من البنوك القومية اللي هم أربعة، البنك الأهلي، ومن حق أقول بقى دلوقتي يعني ما يبقاش إعلان يعني الأهلي يعني أنا لازم أعلن طبعا على مشروع قناة السويس كتلفزيون مصري، بنك الأهلي، البنك القاهرة، بنك مصر، وبنك قناة السويس. دور البنوك في المرحلة الجاية هيكون عامل إزاي؟ هو بصي، كل ما أنت بتستقري سياسيا وأمنيا كل ما البنوك بتدفع بفلوس علشان خاطر ده، لانك انت بتحس ان فلوس راجعة. انما طول ما مفيش استقرار سياسي ولا استقرار امني فانت النهاردة هتطلعي فلوس، طب هترجع لك ازاي؟ يعني النهاردة لما يكون في واحد بيوقف واحد ياخد عربيته، طب انا اطلع عربيات ليه؟ يعني هي الفكرة، يعني انا كبنك اطلع عربيات ليه؟ ما هي المخاطرة عالية. لا بس على فكرة المخاطرة دي كانت عالية ماشي بعد الثورة، بس قبل الثورة كان برضو الدور البنوك كان متوقف إلى حد ما عن لا مش هو دورها في التنمية. لا هو إحنا عايزين الحكومة تعمل يعني تولد أو تخلق يعني استغفر الله العظيم تخلق مشروعات على مستوى مشروع محور قناة السويس، بس تخلقهم بقى فين؟ في 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 مرسى مطروح، يبقى مشروع زي كده الضبعة والمشاريع اللي حواليه، في الصعيد، في صعيد مصر، في أسوان، ويعني نوزع الخريطة الاستثمارية. طب بالمناسبة هو أربع بنوك قومية فقط هم اللي بيتم هم يعني أربع بنوك بس هم يعني استحدى على شهادات، لكن انا اقصد يعني ليه ما نطرحش هذه الشهادات في بعض البنوك الاخرى؟ لو هل ينفع ولا لا؟ ما هو ده بيبقى بطلب، هو العميل يروح البنك بتاعه اللي هو بنك اي بنك تاني غير البنوك ديت، بيكتب طلب خلاص ينفع بينفع عادي. ممكن توقيع بروتوكول مستقبلي، لان هي الفكره هل شبكه الفروع الموجوده دلوقتي دي هتوقف ان انا ازود عدد المكتتبين؟ اللي اشك كمان في فكره حلوه في عشان يخففوا الضغط على البنوك، فكره ان هو يديله الكارت اللي هو الاي تي ام انه يسحب بيه العائد من غير ما يدفع تكلفه. الكارت ده لوحده 35 جنيه ده للشهادات اللي فوق ال 1000 جنيه الشهادات فوق يعني هي المشكله على كده الشهادات اللي تحت ال 1000 جنيه اللي هي 10 و 100 اللي هم بقى زعلانين انه حاسين ان هو يعني عشان مقدرتهم الماليه فهم لا بالعكس ده هو فخر ان هو اخذ الشهاده نفسها. ده هو لو يعني انا متهيألي احنا لو طرحنا الشهاده دي من غير فايده كنا هنروح نكتب. ايه المشاكل اللي واجهت كنا هنروح نكتب برضه البنوك امبارح في يعني استقبال المواطنين وشراء الشهادات؟ هل كان في مشاكل خاصه بعمليه البيع والايداع؟ لا هي انت بصي الزحمه الزحمه بس الزحمة. ما كانش في اقتراح من قبل الادارات المختلفه اللي خاصه بالبنوك ان يقلل الزحمه ازاي او يستخدم مكاتب اخرى من موضوع التخفيف من ده كل الناس بتساعد بحب انها تشتغل في الشهادات، بينزل يشتغل وهو مش شغلانته، بينزل يشتغل عشان يساعد زمايله. طيب هو غلط، مفيش تقدير رسمي للعدد اللي اكتتبوا امبارح، لكن المؤشرات الاولانيه بتقول ان العدد تجاوز نص مليون وده رقم كبير قوي ان قطاع مصافي في 1000 بنك فالفرع ليه يقدر ان هو يستوعب هذا الرقم بشكل كبير. في وقت معين مش 1000 فرع كمان، ده انت بتتكلم في البنوك اللي هي يعني هل في ميعاد معين للسحب ام سوف يتم فتح الباب حتى استكمال المبلغ المطلوب لتمويل المشروع؟ استكمال 60 مليار حتى استكمال ال 60. ما هو بقى ده اللي انا بقول لك عليه، ان احنا ان لما المحافظ يعلن ان ما فيش شهاده هتصدر ولا بنك يقرب من فكره ال 12% دي طول الفتره اللي فاتت ويحافظ على الـ على الـ على اسعار الفايده هيقلل من التضخم. يعني مش هندفع البنوك ان احنا ندخل كل واحد يطلع بفكره بشهاده تبقى ب 13 ب 14 ونوصل لل استاذ محسن، هل في سلبيات للشهاده؟ ايه السلبيات وايه المحاسن لشهاده الاستثمار؟ شوفي حضرتك عن السند والسهم، هي برضو اوضح للساده المشاهدين ان يعني برضو النظام الاقتصادي والنظام المصرفي اصل نظام معقد شويه، مش اي مواطن بيبقى مستوعب كل شيء داخله. يعني ببساطه البدائل كانت مطروحه قدام الدوله، كانت خمس بدائل مش بديلين بس، كانت اسهم، سندات، وصكوك تمويل، وقروض، وشهادات استثمار. الاربع بدائل التانيين خلينا نقيمهم بشكل ما. الاسهم كانت هتاخد فتره طويله
وتتناسب مع طبيعه مشروعات مختلفه عن مشروعات البنيه الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، وفي نفس الوقت هتاخد عشان اعملها عمليات اجراءات معقده لتكويد المستثمرين في البورصه وان هم يتجهوا لشركات وساطه وخلافه. الاسهم السندات والصكوك الاثنين ادوات دين، لكنهم بياخدوا اجراءات طويله هتاخد تقريبا حوالي في حدود ما بين 3 ل 4 شهور عشان يتم عمليه الاصدار بالنسبه ليها. القروض الدوله رفضت نهائيا التمويل بعمليه قرض، رأت من وجهة نظرها ان ده يكون اخر بديل اذا لم يتم تغطية الشهادات، في الحالة دي يتم اللجوء الى القروض، والبنوك ابدت استعدادها بشكل كامل انها تغطي اي قرض ممكن لهذا المشروع. شهادة الاستثمار وسيلة سهلة جدا بسيطة، عائد بتاعها مرتفع نسبيا، من السهل عملية الاكتتاب فيها، من السهل عمليات ان انا اقترب بضمانها، هي في النهاية مضمونة من جانب الدولة ومضمونه في نفس الوقت بأداة قناة السويس، وبمناسبة دي اعلى تصنيف ائتماني متواجد داخل مصر لاي جهه حكوميه او حتى قطاع خاص، واكبر ايرادات بتحقق من قناة السويس 5.5 مليار دولار. فببساطه شديده هي من سهل انها تتعمل. مشكلتها ايه بقى؟ هي مشكلتها ليها مشكلتين. المشكله الاولانيه هي التكلفه بتاعتها نسبيا، كان الهدف الاساسي منها ان انا اعمل اتراكتيف او ان انا اعمل جذب لقطاعات كبيره من المستثمرين، فكان من الطبيعي ان لازم تكون فايده مرتفعه نسبيا، لكن ده هيزود شويه من التكاليف الخاصه بالمشروع. النقطه الثانيه هي النقطه المتعلقه بالبعد الزمني المتعلق بيها، هي بنتكلم على 5 سنين، ودي بنسميها دايما في ادوات التمويل فتره متوسطه، لكن كان في اقتراح في الاول انها تكون لمده 3 سنوات، لكن الاتجاه كان واضح قوي ان احنا مش عايزين نحمل قناه السويس بانها تسدد الاعباء بشكل سريع، وان لسه في مشروعات كتير القناه هتبدا انها تمولها خلال الفتره اللي جايه من خلال الهيئه، فمن الطبيعي انها تمتد شويه لمدى متوسط كان 5 سنوات. كان في اقتراح ثالث انها كانت توصل المده بتاعتها ل7 أو 10 سنين، قالوا ان ده مش هيتلائم مع طبيعه الراجل الشائع المصري، الافضل ان احنا ناخد فتره زمنيه متوسطه، وهو ده اللي اتفق عليه. الشيء بس اللي باكده مره ثانيه ان المشروعات الجديده الخاصه بالقناه في الغالب، انا ما اقدرش اجزم بدوت لكن اقدر اقول انها في الغالب هيكون الاتجاه لتمويلها اذا كان التمويل شعبيا فهيكون من خلال الاسهم، من خلال طرح سندات او صكوك، لكن الفتره ديت الاداه الاكثر تناسبا كانت مع هذه شهاده الاستثمار كانت الاكثر تناسب بشكل كبير بالنسبه لي. استاذ محسب، اخر سؤال. انا متشوق بس بالشهادات الدولاريه. انا قلت في المقدمه اللي كان في كلام من بعض المصادر المصرفيه انها بتقول ان هيطرح او هيتم طرح شهادات دولاريه بالنسبه للمصريين في الخارج او مجموعه المستثمرين الاجانب بقيمه 1000 دولار. الكلام ده ليه اساس من الصحه ام يعني لا؟ انا الكلام ده اول مره اسمعه، بس انا شايف ان احنا ان المشروع كله بيتم محليا، يعني المشروع كله حفر قناه بيتم محليا، بس انا شايف ان البنك المركزي يساعد الناس في انه هو لما تحب تسترد فلوسك بالدولار طالما انت غيرت من خلال بنك او شهادتك مكتوب عليها كده ان تم الشراء من خلال السوق المصرفيه الحره، يبقى انا من حقي لما ارجع الشهاده ديت اخدها دولار. دي لان الفايده على الدولار دلوقتي انت عارفه الاتحاد الاوروبي دلوقتي خد قرار بان الفايده على الدولار عندهم الفايده الداينه تبقى 0.05 علشان يدفع الناس انها تقترض وتعمل مشروعات. فانت النهارده الفايده على الدولار منعدمه، فانت هتدفع الناس انها تروح تغير الدولار وتشتريه وتشتري الشهادات. النهارده بيقولوا ان الدولار بالفعل قل 3. ايوه، ما ده هتحقق لك مكسب، دي هتحقق مكسب تاني للي هو غير بالدولار، لانه هيرجع ياخد ال1000 دولار 1000 دولار. يعني الاقبال على هذه الشهادات هتقلل شويه، هترفع من قيمه الجنيه المصري في الفتره القادمه وتقلل من الدولار. الشهادات الدولاريه هو طرح في البدايه، لكن نظرا لانخفاض نسبه المكون الاجنبي لاجمالي المكون الخاص بانشاء المشروع، الموضوع لسه مؤجل نسبيا. القانون اللي صدر لاصدار الشهادات بيسمح مستقبلا بطرح هذا النوع اذا كان هناك حاجه ليه. لسه طبعا الحديث بقية، وأكيد هيبقى فيه تطورات لهذا المشروع في الفترة القادمة، وهنتابع إقبال المواطنين على موضوع شهادات الاستثمار. أنا على فكرة لسه ما اشتريتش بس بفكر اشتري الأسبوع الجاي. بشكر الأستاذ محسن عادل وبشكر الأستاذ محسب رفعت على هذا اللقاء، ومعلومات يعني استفدنا منها كتير، وطبعا انا منتظره اتصالاتكم او رسائلكم عبر البيج بتاع البرنامج فيسبوك. باذن الله الاسبوع الجاي لو في اي تساؤل اي استفسار هنتابع من خلال برنامجنا علشان بكره. الى اللقاء.